الفيصلي الذي كان متواجدا الى جانب الفيصلي العام الماضي ويطمح الجاهزية، لكنه بالإضافة إلى تركي العمار متواجدان في دكة البدلاء إلى جانب نادي الشباب. الكرة ملعوبة إلى الخلف عند خط الدفاع ثم لتعاد مباشرة باتجاه حارس المرمى فاروق. يحدث خلال السنوات القليلة المقبلة جماهير الشباب كان ردها بأنها متقبلة لهذا التصريح وتنتظر أيضا الوعد، لأنها تثق كثيرا بإدارة نادي الشباب وقائمة الأساسية لنادي الشباب ومن أكثر اللاعبين تواجدا الى جانب الشباب من بين اللاعبين المتواجدين الان في ارضيه الملعب. الكره ملعوبه للامام لتصل باتجاه دوري ابطال اسيا، وسجل في تلك المباراه قبل ان يخسر العين مواجهه من امام بوهاند الكوري. اليوم اسبريه متواجد الى جانب الشباب بعد حقيقه مشوار جميل جدا قضاه صليب الرميه الجانبيه من الجهه اليمين. بداية جيدة بالنسبة للفيصلي مع الدقائق العشر الأولى من زمن شوط المباراة الأول. الكرة ملعوبة عرضية لكن مقطوعة بالرأس ترجع لصالح الشباب. الشباب السعودية ما زلنا وإياكم مستمرين في هذه المباراة التعادل السلبي بدون أهداف. محمد سالم خطأ جديد والكرة لصالح الفيصلي من مسافة بعيدة تسديدة وفاروق بن مصطفى صعب تمر من أمام الكرات هذه. الكرة كانت في التسديدة الماضية عند الركلة الركنية الآن لاعبين الشباب يتراجعون للخلف لمواجهة هجوم الفيصلي. الكرة العرضية ملعوبة إلى منطقة الجزاء لكنها مقطوعة ترجع مرة أخرى في صالح الفيصلي من الجهة اليمين. محاولة مباراة فاروق بن مصطفى جبلي وركلة ركنية في صالح الفيصلي. جبلي يلعب كرة عرضية بالراس لكنها إلى خارج أرضية الملعب بعد العرضية. مارتن والبلد الأصلي مملكة هولندا. الكرة ملعوبة إلى الأمام لصالح الفيصلي في الجهات اليمين في وسط الملعب. رأسية ترجع مرة ثانية على الجهات اليمين الفيصلي. جبلي يلعب كرة بالجهات اليمنى إلى عوض خريص إلى الجبلي مرة ثانية عند خليم هايلاند. يلعب كرة إلى بونيفاسيا. بونيفاسيا تمريرة مقطوعة رولي بونيفاسيا. يتم لاعبين الفيصلي للاستفادة من الركلة الركنية لأنه الفيصلي أتيحت له فرص كثيرة من الركلات الركنية. هذه المرة رأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. أوليفيرا أسبريا أسبريا إلى عبد الملك الخيبري. خيبري في تمريرة باتجاه صليهم لكن الكرة مقطوعة لم تصل إلى صليهم. عادت مرة ثانية إلى صالح الشباب. شباب عند كرة في وسط الملعب عرضية لكنها مقطوعة تعود شبابية مرة أخرى في الجهة اليسرى. تقطع الكرة من جديد للفيصلي في الطرف الأيمن. فيصلي عند كرة جبلي يلعب كرة باتجاه كعبي لكنها بعيدة ودرجات الحرارة ما عدا الضيفين الجديدين ضمك وأبها. الملعب إلى ركلة ركنية والكرة الآن لصالح الفيصلي. كرة ثابتة بالجهة اليمنى. الكرة الثابتة الفيصلي لعبة الكرة الثابتة تعاد إلى الخلف باتجاه رافائيل دا سيلفا. دا سيلفا يلعب كرة إلى إيغور روسي لكنه بدون شك يعني نقول أنه أيضا تحصل على لقب الدوري في ظل تعثر الأندية الكبيرة. اليوم الأندية الكبيرة ليس فقط تواجه الدعم لكن أيضا هي تحصل على أخرى. تسديدة من عبد الله الشامخ. عبد الله حضور ممتاز صراحة في المباراتين الأولى إلى جانب نادي الشباب لعبد الله الشامخ. الكرة ملعوبة في الجهة اليسار عبد الملك الخيبري فيها صافرة ومخالفة ركلة حرة مباشرة الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول إلى أن نشهد الهدف الأول في هذه المباراة. الهدف يحتاج إلى الكثير من الجانبين. الكرة إلى حسن معاذ. معاذ حاول في كرة يلعب كرة باتجاه صليهم. صليهم يرسل كرة في الجهة اليسار لكس جوستافو ياخذ كرة من اليسار. جوستافو يمرر الكرة ممتازة إلى أوليفييرا. أوليفييرا وتمريرة لأوليفييرا من جديد لكن الكرة تضيع على الجميع لتصل باتجاه حارس المرمى فاروق بن مصطفى. فاروق وسط الكرة من خليم هايلاند. خليم هايلاند يلعب كرة باتجاه رولي بونيفاسيا. بونيفاسيا يلعب كرة إلى الجبلي. جبلي تقدم. جبلي يرسل كرة من الجهة اليمين. المحاولة الفيصلي عرضية إلى منطقة الجزاء وارت الكرة إلى رولي بونيفاسيا. رولي بونيفاسيا تمريرة ملعوبة إلى أوليفييرا. أوليفييرا إلى الجبلي. جبلي يحصل على مخالفة ركلة حرة مباشرة من جديد معها امتعاض على الثابتة في وسط الميدان. لعبة الكرة الثابتة
وتمريرة ملعوبة للأمام، المحاولة للفيصلي من الجهة اليمين، الكرة ما زالت باقية في الجهة اليمنى، محاولة المرور وشرحي ليضغط على حامل الكرة، الكرة ما زالت حاضرة، الفيصلي عن أبي سدير عند كرة في منطقة الجزاء، التدخل الأخير ينهي الكرة إلى مباراة الأول. ركلة ركنية الفيصلي، الأوقات الأخيرة في شوط المباراة الأول، فيصل يدور معها عن هدف، الكرة ملعوبة لمنطقة الجزاء، الصافرة أتت والمخالفة هي ركلة ركنية ملعوبة إلى منطقة الجزاء، والكرة فيها كثير من الخطر داخل منطقة الجزاء، بعدها الإبعاد يأتي بنحو صحيح من دفاع الفيصل. الشباب يستعيد كرته ويبدأ في شوط مقطوع سليم، أرسل كرة براسه ترجع مرة ثانية في صالح الفيصلي، فيصل يبحث عن كرة لكنها مقطوعة لتعود إلى صالح من جديد، جابلي على الجهة اليمنى، جابلي يلعب كرة عرضية لكنها مقطوعة، تعود إلى عبد الله الشامخ، شامخ أرسل كرة عادت للفيصلي مرة أخرى، رولي يلعب كرة إلى الجابلي، الجابلي عنده كرة من الجهة اليمنى، جابلي حاول فيها وفي النهاية صافرة ومخالفة لمصلحته على الجهة اليمين لصالحي، عند الكرة الثابتة يوسف الجابلي، يوسف صاحب أفضل تسديدة في شوط المباراة الأول، الجبلي عنده كرة ملعوبة لكنها سهلة جدا، راحت باتجاه فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى دفاع الشباب، الكرة ملعوبة لصالح الفيصلي في الجهة اليسار، انطلاقة للفيصلي من الجهة اليسرى والمحاولة ملعوبة على الناحية اليسار إلى رولي أو أوليفييرا، أوليفييرا في منطقة الجزاء، أوليفييرا، أوليفييرا عاد الكرة من الجهة اليسار، تعود مرة أخرى إلى محمد قاسم، محمد قاسم يلعب كرة عرضية لكنها مقطوعة، عند صليهم، صليهم عنده كرة من الجهة اليمين، يلعب الكرة إلى جوستافو، ثم الكرة ملعوبة إلى عوض خريز، عوض يرسل كرة عرضية ممتازة في منطقة الجزاء، الفيصلي يبحث عن هدفه، ومحمد قاسم يرسل كرة لكنها ترتد من المدافعين في نادي الشباب، الفيصلي مرة أخرى يستعيد زمام المبادرة الهجومية اللي افتقد لها في أول خمس دقائق من شوط المباراة الثاني، الكرة فيها تسديدة بعيدة جدا من يوسف الجبلي واصلة إلى واضحة في مسابقة الدوري، يعني حتى وإن كان يلعب خارج أرضه وإن كان من أمام إلى صالح الفيصلي، محمد سالم راحت بالخلف، توقف 12 يوم بإذن الله تعالى، العودة في منتصف سبتمبر لمسابقة الدوري في الجولة الثالثة، الشباب بعد العودة عند مباراة أصعب من هذه المباراة ستكون بالنسبة لأحمد أشرف إذا ما كان في مكان إيغور روسي، لكن على الأرجح أن إيغور روسي ليس هو من سيغادر أرضية الملعب، بل إيغور روسي مستعدا للدخول إلى أرضية الملعب ولإكمال، حكم المباراة فصل الأمر، ركلة جزاء بالنسبة للشباب لصالح الشباب، ركلة جزاء للشباب، الشباب فملائكة فاروق هناك يرتاح في هذه الدقائق، يرتاح في هذه الدقائق، الكرة ملعوبة لصالح الفيصلي في الجهة اليسار، فيصلي عنده كرة من الجهة اليسرى ممتازة باتجاه جوستافو، كرة جوستافو الأمر الذي أدى إلى أنه يتولى شارة القيادة في الفريق إيغور روسي، كرة ملعوبة، محمد قاسم مخالفة، ركلة حرة مباشرة في صالح الفيصلي، المخالفة عن بعد، الكرة ملعوبة لكنها بالرأس مقطوعة، راحت لخارج أرضية الملعب يا صافرة، مخالفة، ركلة حرة مباشرة، الشامخ شامخ يعاني من إصابة وبطاقة حمراء لأحمد أشرف، خواكين يلعب كرة يرسلها إلى منطقة الجزاء بالرأس مقطوعة مبعدة من دفاع الفيصلي، كرة الفيصلي في الجهة اليسار راحت إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت رمية جانبية، الفيصلي في شوط المباراة الثاني بذلك الفيصلي أنهى كل تبديلاته الثلاثة في